ما هي الأعمال الصالحة التي تنفع الميت بعد موته؟ الأعمال الصالحة التي تنفع الميت بعد موته، أولا ما كان قدمه لنفسه من صدقة جارية، بأن يكون أوقف وقفا في سبل الخير وأعمال البر يصرف ويكون ثوابه له. ثانيا الولد الصالح، الولد الصالح الذي يدعو له بعد موته، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وكذلك دعاء المسلمين له ينفعه، دعاء المسلمين ينفعه، ولكن دعاء الولد الصالح أخص. وإلا دعاء المسلمين لأخيهم المسلم ينفع ولو لم يكونوا من أقاربه: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. دعاء المسلمين بعضهم لبعض ينفع أحياء وأموات. العلم النافع الذي علمه في حياته، علمه ونشره وألف فيه الكتب، هذا يجري أجره عليه من الأعمال التي يجري ثوابها على الميت بعد موته. هذه الثلاث. وكذلك الحج عن الميت، العمرة عن الميت كما جاءت به الأدلة أنه ينفع، الحج ينفع الميت والعمرة تنفع الميت كما جاءت الأدلة بذلك. فهذه الأمور يجري ثوابها على الميت بعد موته.